لا صوت يعلو في الوسط الرياضي السعودي حاليا إلا على نظام مسابقة دوري أبطال آسيا الجديد. والاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في وقت سابق تطبيق نظام المواسم على مسابقة دوري الأبطال بدءا من نسخة 2023-2024، وذلك بدلا من إقامتها على عام ميلادي واحد فقط مثل ما هو متبع الآن. وهذا يعني أن النسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال آسيا ستنطلق في يوليو أو أغسطس من عام 2023 على أن تنتهي في مايو 2024. ولذلك أثار هذا النظام الجديد الجدل في الوسط الرياضي السعودي بشأن هوية الأندية التي ستشارك في النسخة القادمة، وهل هم أبطال موسم 2021-2022 أم 2022-2023؟ وفقا للوائح الحالية تشارك أربع أندية سعودية في دوري أبطال آسيا على النحو التالي: بطل دوري المحترفين، بطل كأس الملك، وصيف دوري المحترفين، وثالث دوري المحترفين. الإعلامي الرياضي خالد الشنيف كشف عن هوية الأندية السعودية المشاركة في دوري الأبطال 2023-2024، وذلك بقرار آسيوي مرتقب خلال الأيام القليلة القادمة. وتحت عنوان خبر حصري، أعلن الشنيف عبر برنامج ملعب إس بي سي أن الاتحاد القاري للعبة قرر مشاركة الأندية السعودية الثانية في النسخة القادمة من دوري الأبطال. أولا بطل دوري المحترفين 2021-2022، بطل كأس الملك 2021-2022، بطل دوري المحترفين 2022-2023، ثم بطل كأس الملك 2023-2024. وبالتالي سيتم إبعاد صاحبي المركز الثالث والرابع في مسابقة دوري المحترفين السعودي من المشاركة في أبطال آسيا 2023-2024. وقرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المرتقب يهدد الهلال والنصر بالغياب عن مسابقة دوري الأبطال وخاصة قلعة العالمي. فالنصر ودع كأس الملك في الموسم الرياضي الحالي، كما بات من الصعب جدا أن يتوج بلقب دوري المحترفين حيث يحتل المركز الثالث قبل خمس جولات من النهاية. وهنا أصبح لزاما على النصر من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 أن يتوج بلقب الدوري أو الكأس في الموسم الرياضي القادم. أما الهلال لا يزال يقاتل على لقبي الدوري والكأس في الموسم الرياضي الحالي، إلا أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.